السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم سالم الدهماني من شركة عسل الدار، موجودين في مهرجان الشيخ زايد في الوثبة، تحديدا في المهرجان جائزة الشيخ منصور، مسوين فعالية ودعم للنحالين الإماراتيين من ضمنهم شركة عسل الدار، ماخذين المركز الثالث على جائزة الشيخ منصور في التميز وتربية النحل والعسل. الحمد لله نشكر الدولة والشيوخ والقائمين على المهرجان كل الشكر، والحمد لله رب العالمين. شركة عسل الدار تاج عسل إماراتي، منتج إماراتي الحمد لله من جميع المواسم. السمن الموجودة عندنا في الإمارات، عندنا عسل الزهور اللي يبتدي من شهر 2 لين نصف شهر 3، ونختمها عسل الغاف من نصف شهر 3 لين نصف شهر 4، ونبدأ في الموسم الأساسي اللي هو المنتج الأساسي اللي نحن ننتجه اللي هو عسل السمر اللي هو المطلوب عندنا ومعروف عسل البرم، ونتميز فيه في شركة عسل الدار، ماخذين فيه مراكز على دول الخليج. ننتج من موسم السدر اللي هو الشمع المدور والشمع الطبيعي وشمع الجبوح، وعندك العسل الصبيب، ومنه بيكون عندنا منتجات الشمع البري اللي هو الطبيعي 100% بدون أي تدخل.